وقت اجيت لهون طلعت من حالة حرب، يعني كنت مثل مكتئبة انه ما احب اشوف حدا، انه ضل عم فكر بالحرب، ضلني خايفة، ضلت انه سوري سوري سوري. اخر خبر اجاني انه بيتنا صار بالارض. صراحة نحن أول ما تعرفنا على بعض كانت جارتي، كنت على طول تشوفها تنزل تطلع تحكيني تصبحني تصبحها، وحسيت أنه إنساني يعني واحد بيقدر يتعامل معها، فكنت اندهلة أعزمة أتعرف عليها. كنت انبسط كتير أنه عملت واو، يعني أنه ناس أنه حبوني من غير بلد، أنه من غير منطقة، وحسيتها صادقة معي، فحبيت أني ساعدها بموضوع أنه يتحسن وضعه، ولخيها كتير مضايقة أحيان تتدين. شافت أنه أنا عم أشتغل بالشعر بس ما في إنتاج، عم إلا أنه كنت عم خبرها أنه لو في عندي فساتين لو في عندي أكثر. قالت علي هذا الاقتراح أنه بتاخدي قرض وبتقوي شغلك وبترجع بتردي شوي شوي. والقرض اللي أخدته هو اللي خلاني أقوى، مثلاً إنه بالشهر كان قبل طالع 300 دولار، بعد ما أخذت القرض وصار في عندي فساتين إنه طالع قد الدبل. بتمنى إنه أولادي لساتهم صغار، بحب إنه يجي مستقبل كتير حلو، بحب إنه البنت أو كان صبي بتمنى شيء يضل يمارس هالشيء ويرقد ورا هالشيء لحتى يصير عنده مثل أنا، إنه ما كان عندي شيء من قرض واحد صار عندي كل شيء يعني وقوة شغلة. هلا أنا وقت بسعاد بتساعدني بحس إنه لسه الدنيا بخير، يعني صرنا صحبي وهلا صرنا أكثر من أخوات، يعني صرنا أهل وأكثر.